بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. النهاردة هيكون آخر فيديو أسجله لكم في عام 2016، وأنا طبعا في الفيديو ده مش هتكلم عن حاجة علمية، لكن بشكركم شكرا جزيلا لأن انتوا في عام 2016 تعتبروا ساعدتوني في إنجاز مهمة كانت يعني تعتبر كلفت بها من قبل أحد المرضى، وشعرت أني بفضلكم بعد فضل الله طبعا أن أنا نجحت في إنجاز هذه المهمة. من فضل الله وحده في عام 2016 كثفت جهودي في الفيديوهات وفي المقابلات التلفزيونية وفي الكتابات في الجرائد والمجلات إلى آخره، غير طبعا السوشيال ميديا من فيسبوك وما شابه. والحمد لله شعرت بأن بفضلكم بعد فضل الله نجحت نجاحا باهرا في أن أنا فعلا أرسي قاعدة أنه لن يوجد مريض بالضعف الجنسي بعد اليوم. الحمد لله الحمد لله، ببقى سعيد جدا ورقبتي بتبقى في السماء لما بسمع مرضى بعد ما أجروا العملية الدعامة وهم في قمة السعادة وبيحكولي عن سعادتهم بعد ما كانوا مهددين بتفكك أسري وانهيار أسرة كاملة. النهاردة ولله الحمد بيتصلوا بيشكروني ويدعولي ويتمنولي التوفيق. الحمد لله وحده يا رب، والشكر والفضل لهم قبل أن يكون لي أولا، لأنهم من فضل الله وحده بتشجيعهم قدرت أن أنا واصل رغم التحديات، وأنتم تعلمون جيدا كم التحديات التي تواجهني. وطبعا الشكر ليكم قبل كل شيء في صمودكم معايا أمام بعض الزملاء اللي كانوا بيكبروا ويكذبوا، يكبروا ويكذبوا بعد ما تحدتهم تحدي على الهوى مباشرة، وتحدي بكثرة الفيديوهات وكثرة المقابلات أن الزراعة ده خارج النسيج الكهفي، ده مش حاجة من الخيال، ده واقع، ووريتها لهم عمليا بالفيديوهات وبكل الطرق. الحمد لله النهارده بعد ما كانوا بيقابلوكم ويقولوا لكم اول ما تجيبوا لهم سيره الزراعه خارج النسيج الكهفي يهبوا فيكم وهاين عليهم يقوموا يجروا وراكم. النهارده ببقى مبسوط جدا وانتم بتيجوا تحكوا لي انهم كلهم دلوقتي اصبحوا بيقولوا لكم طبعا احنا كلنا بنزرعها خارج النسيج من سنين. يا سلام، من سنين. يعني لما حد فيكم يراجع واحد منهم في بداية 2016 ونهاية 2016 بشعر بالسعادة، بشعر بالسعادة إن الحمد لله أيقن وأقر وآمن كل من كان يكفر بفكرة الدعامة خارج النسيج الكهفي. ودي حاجة بتسعدني طبعا، ودي حاجة بتفرحني إن أنا أحس إن هم يعني بعد ما كانوا بيجدوا ويجروا وراكم بالمشوار، مين قال لكم الكلام ده ويخوفوكم ويرعبوكم؟ النهارده بيدعوا انهم بيجروها منذ سنوات بهذه الطريقه. فمن فضل الله وحده عموما انا لا يهمني الا مصلحتكم، ولا يهمني الا ان ما نكونش مذبذبين ومترددين بين اراء الاطباء، لان طبعا اي مريض لما يسمع الراي والراي الاخر، وللاسف الراي الاخر ده بيكون من حد كبير برضه، فالمريض بقى مشتت، الاثنين كبار، طب اصدق مين واكذب مين؟ الحمد لله انهم امنوا بالفكره، ويعني بفضلكم اولا طبعا واصراركم ووقفتكم جنبي في كل هذه التحديات انا اشعر ان 2016 فعلا نجحت في ان اخليهم كلهم بلا استثناء ينسوا فكره ان مين قال لكم الكلام ده، بقى كلهم يقولوا لا ده احنا بنعملها منذ سنوات وطول عمرنا ما بنعملهاش الا بالطريقه دي. سبحان الله، سبحان مغير الاحوال. عموما من فضل الله وحده ان تم هذا التغيير، وده من مصلحتكم، وده منعا للذبذبة طبعا والتردد اللي كان بيصيبكم نظرا لكثرة الآراء المتضادة اللي طبعا كانت بتشتتكم، وأنا كنت ببقى حزين جدا من تشتتكم. الحمد لله أنا سعيد إن كلهم دلوقتي بلا استثناء أصبحوا يكرروا أننا كلنا بلا استثناء نزرعها خارج النسيج الكهفي. الحمد لله يا رب. ففي نهاية عام 2016 أنا بشكركم بشكركم بشكركم، وبشكر كل من اتصل بي عشان يطمني على عمليته، وعشان يقول لي ان الحمد لله بقت حياته الاسريه مستقره،
وبيمارس حياة جنسية سليمة، وبعتذر للقلة الذين لم يتجاوزوا 1 أو 2 من آلاف خلال عام 2016، الذين قد يكونوا مثلا قد تألموا أو أصابهم بعض المضاعفات الخفيفة، فأنا بقول لهم إنني أتألم لألمكم وأشعر بكم، ولكن لا توجد عمليات في الطب بدون مضاعفات، لكنها 1 أو 2 من آلاف، طبعا حاجات تعتبر قليلة الحدوث ونادرة، والحمد لله إن ما حصلش من حد منهم مضاعفات تخوف، أكثرهم كان ألم، أكثرهم كان التهابات، لكن لم تكن هناك مضاعفات خطيرة تقلق أو تخوف، فده من فضل الله وحده، ولكني بقول لهم برضو إن أنا بتألم بألمكم ولن أترككم، وسأظل برضو بجانبكم حتى تصلوا إلى بر الأمان. وفقنا الله لما فيه الخير والصواب، وأرجو أن يكون بداية عام 2017 عام سعيد عليكم، ويكون بداية فعلا حقيقية لطب إن شاء الله يكون بيحقق لكم سعادة أسرية. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد عبد الشافي.